أطلقت روح السعودية برنامج صيف السعودية تحت الشعار جوي وأجوائي على مدى 3 أشهر في عسير والطائف وجدة. شهدت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إقبالا كبيرا من قبل السياح والزوار للاستمتاع بالشواطئ والمنتجعات والمساحات الخضراء. التفاصيل برفقة الزميل سلطان السلمي من هناك. اتجهت بوصلة محبي البحار والمغامرات نحو مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إحدى وجهات روح السعودية، إذ شهدت إقبالاً من السياح بمختلف جنسياتهم وسط تنوع كبير من الأنشطة والفعاليات الصيفية. نحن محظوظون لوجودنا في مدينة الملك عبدالله وتجربة كل ما يقدمونه هنا، كالفنادق الرائعة والمطاعم على الساحل. هنالك الكثير لفعله هنا مثل الغطس والسباحة والصيد. والله بالنسبة لي أنا كأول مرة أزور مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وجاي من الرياض، وكان عندي أمل أني الحقيقة أني أستمتع على قد ما سمعت عن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. الحقيقة لقيت المكان فوق الوصف بالأمانة يعني، والشوارع الدخول كان منظم جدا، عملية التسجيل سهلة جدا، ما لقيت أي صعوبات نهائيا. والحقيقة لغاية وصولي إلى الشاطئ هنا شاطئ يام في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية كانت الأمور ميسرة جدا، الحجز والدخول كمان كان أبسط ما يكون. الحقيقة أنا مستمتع هنا في الأجواء على الشاطئ والحمد لله الأمور على خير. تعرف بمدينة المستقبل، هنا مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي تتمتع بأجواء صيفية مثالية بمنتجعاتها الحديثة ومساحاتها الخضراء وشواطئها الساحرة على ضفاف البحر الأحمر، ما يجعلها وجهة مفضلة للمقيمين والسياح. أحب أن أقضي عطلة نهاية الأسبوع في مدينة الملك عبدالله لتعدد الشواطئ. أحب الغطس هنا والإبحار والصيد وقضاء الوقت في ميادين الجولف الجميلة. تنوع طبيعي ومناخي في السعودية يجذب السياح، وهو ما يتيحه برنامج صيف السعودية جوي وأجوائي للتعرف على العمق التاريخي والتنوع الثقافي من خلال تقديم البرامج والتسهيلات للمناطق السياحية. من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، سلطان السلمي، العربية.